مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. نعم نحن في المدام وجيه في حلقة الجمعة 15 أفريل أي 14 في رمضان. شو كيفاش الوقت يجري 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 ليلة النص يا جماعة. طبعا انتم فرحانين خاطر فيها ماكلة سبيسيال. اي فيسا قاعد يتعدى شهر رمضان توا عندك بيه بدينا نحضروا للعيد. حضروا روايحكم هكا هزين الطبقات والدنيا والغرايب وكل شيء وترحيوا الغرايب وهذاك كله باش نعملوا له نهاير بالكدا بالكدا. على كل حال كما كل يوم تيلت سويعتين من زمان باش نرافقوكم بالاخبار الموسيقى المعلومات النصائح برشا ضمار. شو كيف فهمت شي انا كركر في الكرسي تقولي كركر في هيا تعدى راجع. دونك قلنا برشا ضمار نصائح والربح اليوم في المدام وجيها. حلقتنا تبدا من توا حتى للحداش. المدام سبيسيال رمضان مع وجيها الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. الويكاند جاي يا ولادي تبارك الله برشا نشاط وحلاوات وحلويه وحيويه تبارك الله عليهم باش يموتوا بالسعاده والبهجه والفرح. نقول فلذة كبيدي برات بيت حياتك ترايف تشيش هذاك الصغرون. صباح النور باب. جود مورنينغ وجهه. صباح النور اخواتي مزيانين الناس اللي يسمعوا فينا الكل شات كل اموركم مريقله وجهه. نعم والله البارح ولا نضحك نسمع في اخبار وراء اخبار مالي صوت زين. خرجت وزيره الطاقه والمناجم هي قلت علاش تركبوا زوز كراه حدكم زوز كراه خليوا كرامة في الدار وركبوا الكل في كرامة وخرجوا مع بعضكم. يعني في عوضهم يلقونا حل في الليسونس احنا نلقاو حل. هم منصبي قدونا الترينوات والمتروات والكيران صدقني ما فماش مخير من النقل العمومي والله كار تمشي وكار تجي كار تمشي ترينو يمشي ترينو جي كل دقيقتين كل ثلاثة دقائق تران نمشي وعلى رويحنا نخدموا نروحوا ليسونس لي غبابر لي سيركولاسيون لا حتى شي. قدونا كل في الترينوات قدونا شوية والله. المتروات قدونا شوية الكيران هاتوا نبداو شيخين خليو كراهبنا وما حشناش خلي بيعوها كراهب. والله يا اخي بالكش كهرباء مصروف ازكح الكهرباء. يلا على كل حال ابني المدلل الجميل يوسف توحشك على الاخر صباح النور. توحشتك ياسر وجه. بونجور الناس كل بونجور الاولاد بونجور اللي تسمعوا فينا ان شاء الله عادي وقايت بهم توا حتى للحداش. والله من وقتي ما ريتكش سويعات قال لي وش لازم تقول لهم هذوما مش دخلنا فيها وش تكون ضيفتي ان شاء الله. شو كيفاه اعرب على مخاوفه اعرب نهار الاثنين ان شاء الله وش تكون ضيفتي. عملنا حلقه مزيانه برشا وضحكتني جبني على نص ساعه قعدنا ساعتين يضل يوم مونتاج بشيخ مانتا اي صحيح عطيتك الماتير باهي برشا وانت ريق الامور. ميرسي اللي جيت عايشك لا ميرسي ليك انت اللي استدعيتني. البوكوس هذا ما رجعش زنقير فهمت شبيه قايم درا كيفاه كركار كركر الكرسي كركر علينا ما فهمتش شبيه مازال كيفاه. صباح خير شبيك صباح القهوة صباح الخير باش جمعة نهاية أسبوع الحمد لله مشات الأمور ليلة النص باهية ليلة النص طبعا دونك باش تلقى في الستة هذوما كلها كسكسي هاكا من توا صحيح بالله كل واحد يعطي نوع نتاع كسكسي فوالا التنويع باش يصير في الكسكسي ما يسالش ما يسالش في بالكم فما درا قداش من 100 نوع كسكسي الحمد لله. ملك التمارين الرياضية صاحب اللغة من اللكنة الأجنبية صباح النور صباح الورد قد عطي والكاميرا تفضل صباح خير ناس كل والله يا وجوج البارح شكرا لك مرحبا بك الدوبلكشي الجميل العظيم انت والتمارين متاعك متضيف عنا رمضان كامل تبارك الله ما شاء الله. جارنا جاي قعد تحلحز كرسي باسمه قبيله قال فما كرسي ناقص راه نسالي هو زيد جيبوا لي جيبوا كرسي مش معقول ايه كريمه سيد خلف الاجواء يا سيدي نجي القنواتي صباح الورد. اهلا وسهلا مرحبا بكم مش غريب عليكم الترحاب جاي الوليد مستدعي أمه قالها لتونسي كل مرة سرع يمه ليلة في رمضان سمعت بها بلاد كاملة وبشي تفرجوا فيها بلاد بشي زيد يفضحني وش طيب لي وش حط لي وش ممكن لي وش شربني كما تهو أنت فضحتني على كرسي صباحكم مبروك تهفا هذاك هو في رمضان طردني البارح ودزني جابني نتكركب في الفضاء هذاك أقسم بالله العظيم زمني نحكيها للسيدة نحي لي موسيقى تنكر هاي سيدك يا ابن سيدك المشهد هذاك على رواحنا غاديك نحن فك المصب فما دزة باش تصير قلت له قنواتي دز على روحك راه نورمال سيلش احنا باش نعملوها حقيقية لقطة حقيقية فدزني
الدزه هذيك راهو الخفيفه بكل اللي دورت البير. فدسني دسه جابني 100 متر قدام. قمت عيطت للمخرج، عيطت للكيب كامل، وبالطبيعه دعيت بيه دعوه كبيره ياسر. شبيه قلت شبيه؟ هاي ما قلت لي دزني على غادي. قلت له شبيه اللي غاديك 100 متر وتكركيب؟ قدر خاطر عملناها في المزن نبرفوا عليها، ما حبيتش ندزك انت. لو كنت قلت لي دز على روحك نصوروها، دز على روحك دونك دزيت كي تحت ثبتني. قصيت معناها قصيت راه. قالوا اكسيون قمت ثبيته يا فلان شبيه. دزمكم يا جماعه. على كل حالة هذه طبعة راجع في شيء العشرة انت فيهم. يلتحق بينا مش يلتحق بينا اليوم والكل في الكل. يا عيني علولو اليوم معنا في الإعداد. صباح النور. صباح النور وجهه. صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل. اليوم معاكم في التنسيق الإعداد نعم. عادتو أمينة بوغنجة. شكرا من خدمتها يعطي صحة بعث كل شيء. فقط أنا هكا باش نقف بحذيكم. مرحبا ربيك الوقتك الفلوسك البوفك الفوزي نعاون شوية في الحاجة التالية المرجي المرجي. تحية الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. بالله عندي مشكلة مع قنواتي. البارح جابت بحثة الأولاد صحفة البوزة. أنا نورمال مو خليتها باش تسحر بها. قمت نلقى سي قنواتي هزة بحذيه ومشاكلة. فهمت شنية مستقصدني؟ لا لا الدليل موجودة. لقيت الصحفة بحذيك معني بحذة بحدا الجرية اللي فرشوا لك بيتصالة. السيد مستقصدني اقسم بالله. حاجة هي ميديا قاعدة يا بوزة. انا راني مانيش في الدار. انا مانيش في الدار. انا ما نصور مع اخوكم. هو البارح مش معتي خرجت جي انا راهو مشيت بكلام الطبيبة اللي جيت قالت راهو نقصوا من الحلويات. نقصت لهم حتى هز الروح. كويس ذر يذر هو ما حبش يذر فيه ولا فيه فيه ولا فيه. برافو قنوات يعطيك صحة على كل حميسة اللي شعلوا له. تنعود لك بوزة أخرى اليوم. تنعطيك اللي شقلت له. احنا نعطيك بوزة من بعيد. يلا نمشي في تلفزة المدام تصفي التاب على EFM أحلى غديو. شوفوا صار في تلفزنا بين البارح واليوم. كما قلت لكم في أول البرنامج اليوم الربح في المدام وجهها. للربح دوز انفيتاسيون للإفطار وسهرة رمضانية فيها الفنان زياد غرسة، شادي أشهب، سارة نويري، غدوة في المدينة أوتيل ريزورت، ياسمين الحمامات. إذا تحبوا تمشيوا تبدلوا جو وتعديوا سهرية من أحلى سهريات رمضان ما عليكم كان تكلمونا على 31 380 ألف. باش تربحوا دو انفيتاسيون. ساعتنا جاية نعرفوا سعيد وإلا سعيدة الحظ اللي باش يربحوا معنا. هاي يا سيدك يا بن سيدك باش نحكيو معاك علولو في تلفزة المدام شنو اللي صار. تلفزة المدام هي تلفزة المدام باش نبداو نحكيو شوية مسلسلات. خلينا نبداو نحكيو أرقام على بلاتفورم واتش ناو البلاتفورم اللي تعدي الأعمال التابعة لقناة التلفزة الوطنية. أرقام تهبطها كما قلت لكم المنصة على الصفحة الرسمية متاحة. 7 مليون تونسي دخلوا يتفرجوا في زوز الأعمال اللي هما الحرقة وكان ما كانش. نقاو 4,900,000 للحرقة 2 و1,895,000 لكان ما كانش. زوز أعمال لذلك اللي يتعدوا كما قلت لكم على قناة الحوار على قناة سمحوني التلفزة الوطنية. كنا برشا على البلاتفورم والحوار هذاك علاش صارت ميسلش مفهومة مفهومة الحكاية مفهومة. أنا فرحانة على الأخر بالحق ولا فرحانة برشا برشا فرحانة برشا لنجاح تعزوز تصور أكثر الحقيقة كيف كنت نتصور أكثر أكثر مشاهدة بخاطر مش مستنسين يمكن بالمنصات تسمى سنة فما تقدم الحقيقة وفما راهو الأرقام تاع العبيد اللي تفرجوا زادة في القناة في التلفزة أي بيانسور هذاك زادة يفرق راهو هذاك علاش تلقى ساعات الأرقام أقل في المنصات. أما أهم راهو رقم هو 90.5% اللي هو لونجاجمون ريال معناتها العبيد اللي تدخل وتعاود تدخل وتعاود تدخل وتتفرج من الأول للآخر هو ذيك الحاجة الباهية. أما الأرقام الحقيقة نتصور ما نعرفش تشاتروني الرأي ولا كان جيت المسلسل في اليوتيوب راهو أكثر أرقام برشا من هكا الحقيقة.
وي نتصور زاد كيف كيف على خاطر ما نعرفوا الناس كل كي تبدا فما حاجه جديده وكذا ومنو دخلت بعضها وثلاث اربع منصات تخدم مع بعضها وانا ذاك فين باش تفرجوا فيه وهذا عند شكون اسكو البارتي الاولى والثانيه باش نلقاوهم زوز على المنصه هذه ولا كيفاش تصير دونك يقعد ريفلكس الاولاني هو اليوتيوب هذاك علاش اسهل اموره معناتها اكسس سينو معناتها الارقام مش هو وتطلع انا شفت معناتها دوتر شيفر في اول رمضان ما كانتش هكا ماشيه وتطلع الارقام بالكدا بالكدا نمشيو للأخبار الثانية نحكيو على تدوينة للنائب في البرلمان المنحل مجدي الكربيعي. مجدي الكربيعي اللي عرفناه برشا في القضية متاع النفايات البارح في حلقة كان يا ما كانش تحكي على موضوع النفايات في مملكة روما. السلطان تفهم مع برغل انه باش يعطي النفايات متاعهم باش يرجعهم غاديك باش يصحح له هو على الوثيقة اللي باش حرب به هو الانقلاب. مجدي الكربيعي يتفاعل يهب التدوينة يقول أخبار النفايات اثنين من النفايات ممكن تدخل من روما الى مملكه ساتور في اطار صفقه سياسيه نحن لهيك كينيا ما كانش. وتدوينه ذي دارت برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش ريتوه حاجه تحفون على الاخر خاصه انه مجدي الكربيعي تقريبا من اكثر النواب اللي قعدت تعارك على مشكلة الزبلة مع انه في بعد 25 جويلية صار مشكل كبير بالنسبة للنائب هذايا اللي هو ما نجمش يتحرك وما نجمش يخرج بصفته كنائب. كان يا ما كانش تقريبا اعطاه كريتيكا اللي موجود الكل في المشهد السياسي التونسي بوضوح كامل. يعني عمير مثلا كان هكا في السبتيليتي في الخفيف في السناء السناء كل شيء تقريبا بالواضح بالكشف, بالكشف في التعليم في السياسة في الاقتصاد في كل شيء حتى كشي موضوع زبدة النواب زادة كيف كيف في البرلمان وتسكيره دونك والمشكل الى حد الان مازالت موضوع الزبله في تونس ومازال ما تحلش ملف كومي الفو خاصه بالاطراف المتورطه في تونس والقضيه مازالت متواصله. صحيح فما زبله رجعت ولكن فما برشا برشا خبايا اللي هاوك كروس اوفر ما بين الواقع مجدي كربيعي وما بين كينيا ما كانش. يوسف به من القضايا ذوما كي يتمسوا هكي بالضحك والذمار انا يعجبوني وجوجك الامور هذيك دو ميساج تخلط ديريكت توصل دونك حاجه به كان يا ما كانش كيما قال لؤي عمناول كان في ما بين الاسطر سنه مرحبا كل واحد اللي يجي قدو كيما يقول خويا راجع يلبس قنواتي الخطاب المباشر في الفن برشا ناس ينتقدوا يقولوا ما نحبوش خطاب مباشر اي ولكن نراو فما مراحل في التاريخ يلزمهم خطاب مباشر معناتها فهمت انت تخاطب في عامة الشعب زادة ماناش في مسرح ولا ماناش في مع نتعاملوا مع الجميع معناتها لهنا يلزم خطاب مباشر ويلزمك تمس بالحق الجرح تمسه بالحق تعريه بالحق فهمت باش توصل تنظف ولا تعمل الغرز ولا تصلح فهمت دونك السنة كان يا ما كانش كان على الاخر ما عادش ما كانش فهمت كان على الاخر السنة كل شيء كان كل شيء عشناه كل شيء تعدينا به حطوا بوشناق وبطريقة والله برشة توي فما معناها النسبة يقول لك عليه بالطريقة ذيك أما أخويا عنده أسلوبه عنده أسلوبه اللي يعبر به ومتعدية ونفهمه معناتها والشعب الكريم يلقى في روحه ويشوف يلقى في روحه ليه ويقعد يتسائل هو هذا المهم أنه تقعد التصويرة ولا الخطاب ولا الكلام يقعد يتسائل يقول لك علاش ذيك شنو يقصد فهمت على الاقل فما مجهود من المتفرج ماهوش خذا خطاب مباشر زاده ديريكت معناتها كيما نسمعوا فيه في الاخبار في الاخبار ولا مع الطبقه السياسيه ولا كذا هو اللي خذاه بطريقه فنيه دونك يقعد يخمم فيها يفكر فيها يستمتع بها زاده وهذا مهم جدا وهذا هذا مهم معناه مش مباشرتيه المباشرتيه الخطاب الممجوج هذيك ممجوج ما نجوز صغيرة كي سبتو بالفاني أعطيني الأخبار الثاني نمشيو الآخر أخبار اليوم في تلفزة المدام نحكيو على الاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة بعد التدوينات اللي أدنت فيها الممارسات الأمنية ضدها ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية على المعنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تهبط بيان وتنبه إلى خطورة أنه يتحول القضاء إلى
سلطة تجريم مش سلطة حامية للحقوق والحريات، وتعتبر أنه ما تم تسجيله زاد ملاحقات مؤخرا في صفوف منظورها مؤشر خطير في السعي للتضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية. وتنبه زاد إلى معطى آخر واللي هو مهم، تقول أنه ذكر القضاء ووكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا للأعراف المهنية وأخلاقياتها. كما تنبه زيد على أنه النشر على الإنترنت مشمول بمقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطبع والنشر ضمن الفصل 50، بمعتبرة زيدة أنه تعمد النيابة تجاهل الفصل ذي وأنها ترجع إلى مجلة الاتصالات والفصل 86 من مجلة الاتصالات واستعمالها معناها النصوص ذي لجرم حرية التعبير كما المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات كما قلت لكم هو الضرب لجوهر حرية الصحافة. لؤي والله بالله نعود نسب التهمة اي بالضبط ازعاج الغير على شبكات الاتصال الاتصالات العمومية. يعني انا عملت ستاتيو على راجح تقلق هز قضية وذا راه مش مواطن على فيسبوك ولا اتصالات عمومية صحيح لعبتون وشباب تاكسي فون هو ولا مش واحد. وثاني حاجة ماهيش مواطن عادي نحكيه على صحفية اللي تمشي بالمرسوم 115 اللي عندها الحق تعبر يعني على ستاتيو. باش نرجعوا البريود ظهر لي 2010 اللي وقتها صارت حملة نهار على عمار وعمار كاتسونكات والتحرك على الانترنت. يعني مش ترجع اليوم وانه ناس على ستاتيوات تتوقف اكثر من هذا. راهو فما تقريبا معناش ثلاثة جماعات التالي موزايك زاد صارت لهم مشكل وصحفيين توقف على خاطر ارتيكل كيف الوين ماشيين. انا الحقيقة قلت وانه رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية كان ينقد وكان يحكي وتقريبا بعد 25 جويلية وعلى خاطر يعمل برشا على وزارة الداخلية وعنده الذراع متاعه توفيق شرف الدين زادة في وزارة الداخلية فانه مسمعنا حتى نقد من رئيس الجمهورية في حتى مجلس وزاري على التجاوزات اللي قاعدة تعمل فيها وزارة الداخلية على العنف البوليسي اللي قاعد يتسلط على القضايا اللي نسمعوا فيها كل يوم على الاعتداء على مواطنين على صحفيين على تتبعات على متفرجين على تتبعات على الرأي اللي هي من أغيب الحاجات. أنت تحب تسوق للرأي العام الدولي اللي نحن مزلنا في إطار الباب الأول والباب الثاني متاع الدستور شطر لفة اللي قعدنا متاع عنا حرية التعبير وما إلى غير ذلك. نجي ونضرب الصحفيين ما نجموش يعبروا على رأيهم وتحاسبهم بقوانين اللي بالرسمي اتصالات عمومية اللي صار فيها أصلا ميزاجور القانون متاع واللي برش عبيد طلبت بيه زادة ولا صار حتى شيء. تجي تحاسبهم قوانين اللي نسميهم ثغرات باش تضرب بها الاراء المعارضه. الحقيقه ما نعرفش وين ماشيين في ظل هالازمه السياسيه الاجتماعيه والاقتصاديه زاد باش نوليو نعيشوا ازمه نتاع حريه التفكير، ازمه نتاع حريه التعبير، ازمه نتاع ملاحقات للصحفيين خاصه وانه جاي يوم العالمي لحريه الصحافه نهار 3 مايو. الحقيقه حاجه تحزن برشا وانا والله يا ما نكذبش عليكم واحد راه ولا يخاف زاد وهذاك المطلوب هو راهو بالرسمي يعني واحد تو باش يعمل فيديو ولا باش يهبط الساتيو ولا باش يعمل ستوري باش ينقد فيه ولا راهو ها شنو منين باش تجيني الضربه. وذي راهي حاجه جراف على الاخر انه تونسي يعبر على رايه في مواقع التواصل الاجتماعي وداير راهو هذا نوعا ما زاد وزارة الداخلية قاعدة تدز في تونس باش ما يبدوش في الفضاء العام على خاطر وين التخويف؟ التخويف كان انه كي تهبط انت للشارع وقتها يتم التهديد، اما التهديد تو وصل للفضاء الافتراضي وانت قاعد في دارك. يعني انت نورمال مو تخاف وانت قاعد في الدار باش تعبر على رايك باش تشوفوا وين خلطنا بمسألة التخويف هذية. دونك بالرسمي انا المرة الثانية رئيس الحكومة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية اخرجوا احكيوا انقضوا هالتجاوزات هذية. وانا الحقيقة مانيش اتوقع من وزير الداخلية على خاطر هو بيدو اللي تم نقضه في التدوينات هذي، ولكن رئيس الجمهورية وينك اللي قلت تدافع على حرية التعبير وجينا من اكبر التظاهرات بتاع حرية التعبير الاستفتاء نهار 25 جويلية تقريبا حتى تونسي منجم يمشي بثقة كاملة للاستفتاء هذية وقت اللي ما فهمش ثقة في حرية التعبير اللي ضرب عليها توانسة وسيل برشا دم باش خلطوا صحفيين يخدموا خدمتهم ويخلطوا المعلومة وينقدوا. وذاك دور الصحافي انه ينقد انه يعارض انه يحط اصبع على وقت اللي فما الغلط بالله جوست على التيتر متاع القضية معناتها هو كان
معناتها هو التيتر ظهر ك جايبينه تلفيق تلفيق لانه انا لا مش تلفيق في برشا في برشا بحث لا لا نقولك حاجه نشوف الثلب علاش مش قضيه ثلب علاش مش قضيه اي هو علاش الخطوره علاش مش قضيه ثلب على خاطر رجعوا الى مجله الاتصالات اللي كان يتحاسبوا بها صحفيين قبل في النظام السابق مش المرسوم 115 على خاطر احنا بعد الثوره وليت فما زوز مراسيم تنظم العمل الصحفي اللي هو مرسوم 115 ومرسوم 116 تم تجاهلهم والعوده الى مجله الاتصالات هذاك علاش ما تلقاش الثلب على خاطر منصوص عليه في المراسيم خاطر والله كان جات قضيه ثلب والله ما تنجم تتفهم نوعا ما لان هي كتبت بستاتيو على البوليسي وقالت اعتدوا علي لا اللي قبلها هي على وزير الداخليه هذيك المحاكمه الاولى صارت وهذه توا بعد معناتها كل ستاتيو باش يعيطوا لها في تيتر المشكل راهو مجله الاتصالات هذه راهي كانت موجوده وقت ما فماش السوشيال ميديا لا فما لي فيسبوك لا فما انستغرام لا فما حتى شيء يعني قاعدين نحاسبوا شو اسمه لا يعني قاعدين نحاسبوا في عبيد بقانون اللي تحط وقت اللي هالمواقع هذه ما كانتش موجوده ما كانش فما لا ثغرات باش تحاسب بها لا حتى شيء يعني فما برشا تخميم وبرشا حبكه هذاك اش قلت انا لا يوسف باش قلت له وي ماهيش هكاك معناها هيا برا نحطوا المتهمه في البلاصه هذه ابار خاطر انا فهمت انه على ستاتيو الاخر برشا ستاتيوات ابار النسف نتاع الحق في محاكمه عادله والايقاف والاعتداء هذاك والعنف اللفظي وفكين الوراق مع انه راهو انا عجبني برشا مثلا زاد قريت ستاتيو نتاع نقيب الصحفي اللي يقول بشكل واضح راه التوانسه الكل ينجموا يختلفوا في الاراء والتوانسه الكل ينجموا بالطبيعه خلينا نقولوا ما تحب الصحافي على مواقف ولا حاجه ولكن هذه حاجات مبدئيه انت ما تنجمش على خاطر صحافي اعطى رايه تحطه في الحبس وتخليها هكاك واصلا السرعه في الاداء عجبني برشا السرعه في الاداء القضيه تكتكر وخذت وكيل جمهوريه بطاقه ايداع واحتفاظ وتحدى غاديك الحبس للسجن سيد منوب تذكير صغير بالقضية هي بدأت تدوينات هبطتهم شهر زيد عكيشة من بعد تم استدعائها للتحقيق من بعد تم الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الأمنيين كما قلت هي في التدوينات متاحة واللي كنا حكينا عليها المرة اللي فات والطوى هو الاحتفاظ هذه تذكير كيفاش بدأت معناها القضية مراحل القضية باش الناس اللي قاعدين نسمعوا فينا يفهموا على شنو قاعدين نحكي شكرا لك العرعود الجميل على الأخبار هذه كلها نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين وهك بحثينا أنت توا المنسق العام ها احلى عام دي تحس روحك حاجه تفقديه ولا حاجه ولا حاجه فيها عام راك معلم صحيح صحيح جارنا عامل بعميل ويسيدك بن سيدك في زملائي الفنانين والفنانات كل يوم لقيت هذية تسمعوه واليوم شوفوه شنية كانت ردة فعل حنان الشجراني كيف قال لها القنواتي ايج عم مسرحي من غير ما تبرف نسمعوا قنواتي في قنواتي تليفوناتي الو حنين مرحبا بك معي انا جي قنواتي معك قنواتي شحويلك ترى خويا زياد عايش عايش خويا انا اسمعني حنين نكلم فيك من الاسباس نتاعي اه حاجتي بيك في حاجه خفيفه هك وين الحاجه وين الاسباس انت الاسباس في السيدي حسين اي شنو تحب معني عندي خدمة صغيرة حنين مسرحي مع وليدات من غاديكا فهمت ومعبية تطلع معاهم فهمت وين شي في رمضان هذا غدوة غدوة نجي وخالي والله لاني ليه غدوة غدوة منش في تونس كان قلت لي الجمعة جاية ولا نجي لخوي تعرفين حبك برشا اما والله غدوة نجي الجمعة الجمعة جاية هاي لامني كلمي تقول نفسكم من الجمعة جاية بيه تنجم تطلع ما وتمثل معه بيشر يا شبك ما غير لبراي بلا حد شيرة معناها هو شو عارض هو عارض الدور متاعك ليه 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 مسرحية مسرحية شنو نطلع نبرف معهم ونطلع نمثل معهم العرض انا مش مبرفة معهم انت نقولك باش تعملوا كهو ايه شوف انت فقط برشا بشكل شوية ونهبط ليه ليه من اول المسرحية لاخر المسرحية كيفاش معناها سمحني معناها عندي الناس باش نحضوا في الوقت لا ما تنقولك نعمل انا نعمل انا ملقن ولا نحط لك واحدة وراك تلقنك صغار هما قديش اعمارهم صغيرات كبار كبار معناها فما 25 30 سريت حطيتني في وسطهم ماني بلي صغار معناها باش ندعمهم اي ما وانت بنا الجمعه جيت ونحكي الجمعه ذيك فما ترى بس كمان بعث لي الناس ونحكي بيه لا عاد باش نكتب لك النص نتاعك يا خاطر فهمت كان قول لي اي ولا اسمعني انا نقري تو ديجا حمدي دخل نقري كلمني من بعد تو نزيدو نحكيو الناس قبيل خويا تو ما فيها حد شيء قول لي تنجموا ليه معناها تدخل مش
مش عارف لازم ولا مش اذا في عندي وقت باش نبرف تو نجي ما يقلقنيش بالعكس نشجعو وندعمو اللي قلت له لكم اللي قلت عليهم انا باش نطلع شي سن معني ما هي كامل جام بروفيز لا ما تمبروفيزيش لا انا نعمل لك وحده صغيره بجنبك ديما كتظل نتاعك مو على الاقل اسمع مو على الاقل نقعدوا نحكيوا على البيرسوناج وعلى الاحداث وعلى الشخصيات والابعاد وكذا ومن بعد ولا تجيب الكيت هذيك اللي تخدموا بها في التلفزة تحطها في وذنك تو انا اقول لك الكلام وانت عام كيت ما نخدمش بها انا كيت تو عندنا وقت كي بنجم على جيت نبرف معاك ليه ما انا ما نجمش انا مانيش موجود ويزمني نعرض عاد ايش ماكش موجود وانا موجود حتى انا مانيش موجودة ليه انا نهار العرض نبدا معاك يا وي يا نجي تذكرك عادي مات هكيك بالضبط ليه كيك بالضبط كي برفنا 6 شهور مع غادي زغباني زحرة مع ليك اي باللوريات باللوريات نسلكوه باللوريات نسلكوه ليه يجبني على قلبها بالبرسوناج مش مشكل باهي يا حنين تو ما متنجمش متنجمش تمثل انت يا كيكة انتي ممثلة ايه ما نجمش مثلا بس هيك من كيكة ونجم بروفيزا كيكة وفي وسط عباد شبيك جميل نحترم الممثلين اللي معايا تباهي تنجمش تعملوا دور صامت وكهو دور ايه دور صامت تسدي زي قلت لك ابعاد شخصية وكذا والاجواء على خط شخصية تقرير بالوقت صامت على الاخ ما نعرفش انا المسرحية ما نيش عارفها اللي جا خطرين اتو بش انت بكش انت جاب شخص انت المخز بتاعها ما كش عارفها وانا بش نعرفها انت جيت تحب نسرك هينك ولا شنو ولا تعملي في الكاميرا كالشي تو بش نحضرها انا تو تعملي في الكاميرا كالشي انت تو ليه ليه يا حنان اناجي تليفوناتي هانيش وبيدو مش فين مسرحية هانيش عرفتو عرفتو منه من غادي قد كبرفك عليه مش دخلت قري مسكينة دخلت قري معناها كل الطرق تؤدي أنه ما فماش حكاية ما فماش لا أنا عارف النص لا عارف المسرحية لا هي بتجي في آخر لحظة حلو 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 شكرا لك القنواتي الجميل على الضحكة هذه كل يوم كل يوم كل يوم تحية كبيرة طبعا للبجعة الجميلة ولا عندي برش ما قلتليش بجعة حنو البجعة الجميلة تحية كبيرة كل يوم يعمل بينا دورة في التاريخ وعالم الأساطير ابني المثقف الرائع الجميل وأي شيرني في خرفني عايشك توت سويت خرفني عايشك والله خرفني عايشك ولقيت بتاع رعب وجوج البارح حكينا على حكينا على حنان الجن الاحمر البارح حكينا انت ما كنتش يوم الازرق بس ما فيكم تضحكوني انتم ما تدخلوا انت ماكش موجوده انا مانيش موجوده ما الكيت نتاع قنواتي فيه وحدي ديجا لقيت الكيت تاع صنفيل لا لا بالفيل انا دونك البارح حكينا على حمام الذهب وحكينا على حمام الرميمي وحكينا على خطافي السبايا اليوم باش نحكيو على واحدة من خرافات المدينة من الخرافات اللي التو مازالوا الناس شادين فيها واللي يخافوا باش يتعديوا من البلاصة هذه واللي هي صبات العروسة صبات دوبلكشي مش معناها صبات نلبسو في ساقينا صبات هو نهج المثقف اللي نبنيو فوقه بنيات اخرين صبات العروس حكيت وترجع للعهد الحفصي نحكيه على القرن 13 يقول لك وقتها كان فما طفلة عائلتها باش تعرسها بسيف الراجل ما تحبوش ونهارت العرس حضروا الامور وريقلوا وكتبوا صداق وجيت الكاليس بالحصان بشي يهز العروس لدار رجلها وهو متعدي من نهج ذايا اللي بعد تسمى صبات العروسة يقول لك وإنه نهج تشق وبلعتها العروسة بالكاليس بكل شيء وما خلطوا العائلة متاحة إلا ما لقوا حتى شيء وسمعوا كين الصيح يقول لك الحكاية في يمكن بما انه هي خرافهم في الكرور متاع تونس يقول لك انه الاقرب انه الطفلة بما انه ما حبتش الراجل فانه هربت من رجلها وقطعت وبما انه الناس كانوا محافظين في الوقت ذاك في العهد الحفصي في قديم الزمان فانه كانت باش تكون فضيحة كبيرة لو كان الطفلة هربت وهي ماشية لدار رجلها دونك ابتدعوا الحكاية هذه اللي خلت الناس
تصدقوا انه الجن كالعاده اختف الجن الاحمر كالعاده اختف الطفله وبلعها وتحل البير على خاطر زاد كيف كيف البارح زاد في الجيبية وجوج تاع حمام ذهب يقول لك هو انه تحل تشق وبلع قاعده شعره خارجه وقاعده شعره خارجه. المشكل وين يا وجوج؟ وانه الخرافه هذه قاعده تتبع حتكشي لتو في التصويره. عندنا صبات العروسه تقريبا اموره تعبه يعني له مرمم له حتى شيء وحكيته وانه الى حد الان الناس ما تحبش تتعدى من صبات العروسة تقريبا يعني هي قصة عربية ذاك باش تجي في نهج الباشا لكن الناس الكل تعمل دورة وتفضل انها ما تعديش في صبات العروسة. يقول الناس المدينة يقولوا انه كانت تتعدى من صبات العروسة وتضحك فانه العروسة تصرفك ديريكت دونك الناس بالرسمي يعني راهو عام بعد عملوا دي في عام يمكن يمكن راني تعديت انا مغادي خاطر ما نعرفوش يمكن تعدي زاتهم دونك الناس المدينه ما يحبوش يقولوا اي عبد باش يتعدى من غاديك رد بالك تعدى من صبات العروسه وكان تعديت من صبات العروسه رد بالك على روحك ما تضحكش ما تعمل حتى شيء تعدى ريقلو منظم لا تخرج لك العروسة وتصرفك براكي وفيه ظهر لي العروسة لي أنا باش نمشي ونتعدى ونضحك غاديك فماش ما تخرج لي العروسة ولهنا وجوج بالرسمي على خطر ياسر المدينة محليها راهو فهم أسباب أخرين اللي فيهم برش حكيت صبات ظلام صبات ظلام صبات تزيري في سيف تهارك صبات تزيري فما صبات الأربعة ثنية فما صبات المحاسنة فما برش أسباب اللي كل صبات وعنده حكيت ولكن هذا صبات العروسة أكثر بلاصة تخوف في المدينة العربي خاصة في الليل نعرف طبعا مثلا في رمضان في الليل تحيا كل شيء وإذا صبت العروسة امبوسيبل في الظلام في الظلام يتعدى منه شكون ولا حتى كان فما شكون باش يدخل واحد من المدينة غاديك يقول له رد بالك ما تدخلش هاني أنا قلت لك راه صارت لك حكاية وخرجت هكا ولا هكا راه تتحمل كان مسؤوليتك. دونك هذه هي صبت العروسة اللي حكايتها تقريبا من قرن 13 من العهد الحفصي لحد التو تقريبا 600 ولا 700 سنة والحكاية مازالت متواصلة والناس المدينة عندهم ثقة فيها ومازالت الرواية عام بعد عام قاعدة تتعدى للجيل الجديد. مسكين اللي يسكن على مشارف الصبار هذاك اش حاس ليه ذاك راهو شيخ على روحه راهو اياه ولا عندي شكون يجي قلقني صحيح لحس لحد شيء حتى شيء وساعات خاطر يبداو فتحتك الصبات راهو يتلموا كل الاولاد ويحسموا يعني ولا لا هذا يرجع يعمل يكو صحيح وهما فما ناس تسكن فوق على خاطر هو مسقف وفما بنيه فوق فوالا العلي العلي غاديك ما يحبوش شكون يبدا هرهر تحت روسه يحسوا من الورثه اللي عمل من الورثه اللي يسكن غاديك من الورثه هي الجستمو هي الخرافه راهي تتخلق هكيكا وبالوقت كل مره تتزيد حكايه كل مره تتزين كل مره تزيد حاجه من اللي كانت تبلعت وليت هكا قاعده غاديه رد بالك ما عادش تضحك راهو تعطيك حشك مكف راهو دونك تتطور الاسطوره تتطور وتولي حكايه مزينه وجميله برشا. شكرا ليك يعطيك الف الف صحه محليهم الحكايات هذوما قديش هكا تخرجنا حتى في ثلاثة دقائق أربع دقائق تخرجنا للعالم الخرافة وعالم الأسطورة. تحية الأستاذي الجميل الرائع وحيد السعفي تحية كبيرة برشا الحكواتي وكان هكا وسيونتيفيك ما يبدأ يحكي لك على الأسطورة والخرافة ويقول لك كيفاش تتطور وانت كمان بتصدق هي تتطور خاطر كل الشعب يجي خرجوا تليفون عرب لا معناتها من عبد العبد انا نحكي على الخرافه كيفاش والله كنا ماشي في الثانيه صحيحه اقسم بالله. شكرا لكم فاصل غنائي وراجعين خليها عندي ما نتصرفوني احلى راديو التسعة وتسعة واربعين دقيقة وقيت نمشيو مع ابني البوغوس الجميل في سنيعي صاحبي سنيعي صاحبي. أيوة مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من سنيعي صاحبي الروبريك اللي مخصينها لأصحاب المهن اللي عندهم رمضان عبارة على عيد وعاشورة شيخ الأمور وعاتية الشهرة أثنابها كما الجو اللي عاشوه لي بومبيست في الكيوسكيت البارح. قديش والله صعب المنالك المخلوق البارح وما بعده وما لا فضيحة توصل قدامه وتمدله عشر آلاف ها
شوف الغزر اللي باش غزر هلكش علينا فيهم. ملي بدا رمضان وحنا نحكيو على المهن اللي معروفه في رمضان واللي في الصفوف الاماميه، اما ما حكيناش على الباكوفيس جنود الخفاء. فلتعديل الكفه اخترنا واحد منهم اليوم، صاحب مهنه اليوم مهمته صعيبه ياسر ياسر ياسر، الا وهي اشباع الغريزه وتقديم الفريسه للكائن البشري المتوحش. اي نعم، وزيدها صايم من فوق متوحش كريم، معناها بطل حلقتنا مضحي بوقت شقان فتره ويعديه بين المعون والفور والباخ. نرحبوا به معانا اليوم خونا الطباخ. هو صحيح اشهر الطباخين متاع رمضان الامهات، ربي يفضلهم ويخليهم، وكان كل يوم نعملوا لهم روبريك ما نوفيهمش حقهم، دونك نسلم عليهم الناس الكل. ايش قالوا الشباب المعرس الجديد؟ وهو كذلك، مازلنا في التكحيف مع الامهات. مرحبا. اما كي تحب ترتاح المدام والوالده الويله تهزها تشق الفطر البر، احنا اكل برا هذيك، لشكون تمشي؟ للسيد الطباخ. وفي نفس الوقت اللي انت قعدت فيه على الكرسي انت عملت له توكيل على معدتك، شوف معناتها قداش موقفه حساس. بلا راتي في سير الايام ينجم التونسي عادها، مستبعده شويه الامور تصير ولكن نجم نحكيو فيه، اما شقان فطر داخل بعضه يدخل الجنة وما ينساكش يا غالي، تلقاه واقف لك في باب الحساب وفي يده الصحن اللي رتيته له. واهو اهو نحي الا 10 ذاك الطباخ، وهو في العارين نتاعو وراء اكل الباب وفرتين هذاك اسمه الباب هذاك كباب الكوبويات هذاك اسمه كان حضرت ريفولفينغ دور ميرسي، عباره على شيف دوركستر يحضر لك في مع يحضرك في معزوفة على السول جريي ولا على الدو راد، يتعامل معك باللونجاج ماشين متاعك، وحافظ ليكود سورس الكل اللي يخليوك في حالة النشوة. ما ننساوش بالله اللي راهو مواطن كيفنا وصايم زادة، معناها يطيبنا وهو منقوص من حاسة وجهة. شوف معناتها صعب المهنة اللي يخدم فيها هو ذوقة تبطل الصيام. لا 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 بالرسمي شيوخة ليه ما هيك تحط على لسانك ومن بعد ترجع سنو نطلع ناقب بيجي حكاية 300 نهار. صحيح انت ديما تذوق الملح بسم الله على ولد بالطبيعة هاو يذوق بلوب زوزة صحنا ذي شعنا فيه هاو يخذ راحته في الذوق شعنا فيه ما نحسبوش. سيدي لشكرهم شكر خاص كل من امتهن الخدمة هذه كسوا يطيب في ريستوران ولا في دار ولا في اوتيل، وعدى رمضان وهو يخدم وفرح الناس وخذا بالخاطر. ربي يعينكم الناس الكل وان شاء الله رمضانكم مبروك. يعطيك الصحه رجح، ميرسي بوكو. لازم نذكروهم الحقيقه بيان سور لازم نذكروهم بالطبيعه. اي بالطبيعه والله مسكني تعرف وقت اللي انت تمشي تشق فترك هو يقول الله اكبر وانت صحيح قضيتك كويس الماء وكليتك عبت الدقله، هو يبدا يسربي فيك مازال لا ذاق لك لا ولا حد شيء صحيت وقتها هو يبدا يغزر لك وهكا يغزر لك في عينيك عجبتك ما عجبتك ويمد هاو سمع عندي نقص لك من هنا تنقص لك انا منه ونحط لك ما بعد بعد شق فتر بعد. على كل حال غاب علينا بوغوس قسم الرياضة الجلانزيوس، جاب حذانا مشاغب قسم الرياضة. عندي معها مشكل كبير ياسر أنا سيدة ذي لازمو ياخذ لي مرا ساعة ونرتاح، هذا يلزمو ياخذ مرا ونرتاح يخطب على مواقع التواصل الاجتماعي. حمزة بونجور. صباح النور. كيف الحال؟ وجو صباح الحمد لله. صباح لبس عليك تفاعل شكون حتى باش تفاعل شنو هو بربي ما رجعتش يا ولدي يعجبكش رجعت لي على خليقتي انا. يلا نمشي ونشوفوا معك اخر الاخبار الرياضيه في كور مع اليوم انا كور كور مع جلنزة. تحية صديقي جلنزة اليوم واخو حبيت معناتها نبارتاجي مع السادة المستمعين اليوم واخو اوف من عند لا من عند السيد مدير البرمجة البرمجة معناتها عطاه اوف جراتوية كيكا ربي يهدي امك وجابوني انا نخدم 6 نتاع الصباح. باهي خلنا نبداو نحكيو الساعة أول يبدا يدعي تو يدعو في قلب. خلنا نبداو نحكيو ونقولوا ألف ألف مبروك للأستاد والسيدي بوزيد اللي رجعوا للرابطة المحترفة الأولى ونحكيو مبروك يا رامي حلاوة ونحكيو على معناتها رجعوا خاصة معناتها نحكيو على الملعب التونسي فريق كبير معناتها نحكيو على البقلاوة رجعت لبلاصتها رجعت خاطر بلاصتها كما قال سيف غزال البارح في الديكلاراسيون بري ماتش قال راهو بلاصتها باش تكون معناتها اون برانسيب تلعب على معناتها في البلاي اوف وتلعب على تيتر نعرفوا البقلاوة والتاريخ نتاعها مالجري المشاكل اللي صاروا لها وواحد وكل شيء والمشاكل خاصة المادية الحمد لله رجعت البقلاوة
ورجع زاد اولمبيك سيدي بوزيد. باهي في نفس الاطار نحكيو على مقابله سعاد البوعليك الله يرحمه لانه خدم خدمه كبيره لانه بالرسمي معناتها من حتى لي ديكلاراسيون معناتها نتاع المسؤولين البارح بعد الماتش كلهم شكروا معناتها المرحوم عادل بوعليك خاطر انسان عنده بصمه اي عنده بصمه كبيره كبيره في الملعب التونسي محبوب وقليل وانت تلقى عبد في الدومين نتاع السبور هذا وجوج معناتها ومسؤول معناتها في في السبور يكون محبوب من طرف الناس الكل من طرف الناس الكل حتى واحد اللي عنده معاه مشكله ان شاء الله ربي يرحمه او جاته رحمه في شهر ليله النص نقعدوا شنو تا واحد يتحي ولا خلي زكي شي التكويره هذه خلينا نكملوا بالله نمشيوا الكاجو في نفس الاطار نحكيوا على مقابلات البلاي اوف نتاع الرابطه الثانيه مباراه البارح مباراه عجيبه غريبه كما يقول باش ما نقولش عجيب عرفت غريبه باش ما نقولش عجيب في تقريبا في 28 دقيقه 8 اهداف الله نحكيوا على مباراه قواف القفص والشباب القيروانيه اللي بعثت برشا تاويلات المقابله هذه ونعرفوا المقابلات هذوما ونعرفوا لي باريس سبورتيف وشنو اللي صاير معناتها السكور كوريكت معناتها دارت برشا واحده معناتها على موقع التواصل الاجتماعي في شركه نتاع لي باريس سبورتيف اللي عملوا سكور كوريكت معناتها اذا انت تصب معناتها ورقه وتحط على الماتش هذا برك 500 دينار تربح 26 مليون معناتها يعني بعثت ماناش باش ندخلوا في علم الغيب احنا نقولوا لكن معناتها يلزم وقفه حازمه للحكايه هذوما خاطر ولاو يبعثوا برشا تاويلات ومعناتها ان شاء الله نبعدوا عليهم. باهي خلينا نختموا بحكايه وحكايه هي مباراه البرسا ويتراخت فرانكفورت البارح اللي معناتها المهم في الاخبار قالوا ان البرسا خرجت معناتها تخرج فريق كبير بتاريخه معناتها في المسابقات الاوروبيه يخرج من الاوروبا ليج معناتها ما نحكيوش على تشامبيونز ليج نحكيو على الاوروبا ليج فات مباراه 3-2 بعد ما كانت متاخره في نتيجه 3 بلاش ترجع بزوز اهداف وكيف نحسبوا مباراه الذهاب والاياب نقاو معناتها تغادر البرسا مش هذا المهم المهم انه تشافي بعد الديكلاراسيون ابري ماتش خون معناتها ما قالهاش ديريكت لكن خون جماهير البرسا خاطر ما جاوش لانه جماهير البرسا البارح معناتها والديكلاراسيون زاد نتاع مدرب ايتراخت فرانكفورت قال احنا حسينا روحنا لعبنا ذهاب واياب في بلادنا البارح فما اكثر من 30 الف متفرج في معناتها في الاستاد نتاع البرسا مشجعين نتاع ايتراخت فرانكفورت علاش لانه جماهير البرسا باعت معناتها الاماكن الاماميه ذيك باعت التذاكر نتاعها لجماهير ايتراخت فرانكفورت اللي هما اون برينسيب الاتحاد الاوروبي يعطي 5000 برك معناتها اون برينسيب يكونوا 5000 برك لكن باعوا مارشي نوار وما حضروش وما شجعوش معناتها الفريق نتاعهم واللي خليت برشا معناتها حتى البارح اللي تفرش الماتش برشا كسافرات كي يقولوا سافرات الاستهجان ولا معناتها ماي على الزفر وبرشا عجوالات قلقوا البرسا واللي خليت الفريق معناتها يترشح أبار هذا اللي صار الفار ما مشيتش من الأول معناتها مباراة تحكيميا مبلبزة وكمل معناتها لقطة الجماهير بصراحة اليوم البرسا بعد خلينا نقولوا جوالات وتشافي ومعناتها والمقابلة الكبيرة كونتر ريال اللي قاعدوا يحكوا بها جماهير البرسا البارح كانت نكسة كانت خارجة خروج للبرسا بصراحه يقلق برشا خاصه الحاجات الداخليه معناتها اللي صارت مش حتى كمباراه وهذا ما نقصش من معناتها من البيرفورمانس ومن معناتها اش قالني صاحباني ربي يطلب الخير لونتان دو ماتش صارت تغريبه اخرى وجوج لانه فرانكفورت كانت رابحه 3 بشاي وجماهير البرسا بداوا يخرجوا يروحوا عيسوا معناتها وقفوا لهم جمهور فرانكفورت في البيبان قالوا لهم ليه تكملوا الماتش معنا والله صار في الدخول حمام كيما خرجوا البارح ما انت هذا اللي صارت البارح وتشوفوا ما انت حتى تدخل تو على موقع التواصل الاجتماعي ولا في ما انت سبيسيالمون يحكيوا على اللي صار البارح لانه اللي صار البارح باش يقعد تاريخ ووسمه عار جماهير البرسا بصراحه. باللي تعملوا سكور اكزاكت قولوا لنا المره الجايه خلينا نستمتعوا معك. يحب يحط يحب يحط. مازال مقابلات نهار نهار الاثنين نتاع الرابطه المحترمه. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا ليك عز وجيبي بارك الله فيك خاطر كمان شعلش الضوء تولي تخربيش بسرعه. حاجه برك اللي قلت لك اخطبها لي اخطبها لي خلينا نعرف يا رسول الله 59 دقيقة وصلنا لاخر الساعة الأولى الساعة
الثانية تستنى فيكم باش نمشيو للمارشي سنترال مع السهسوات، تستناو تبارد الاولاد، واكيد الربح كما قلت لكم قبيله دو انفيتاسيون افطار وسهره رمضانيه بحضور زياد غرسه وعدد من الفنانين. مازلتوا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. وقايد احول طقس الاخبار بعد نرجعوا يلا. انتم تسمعوا في المدام سبيسيال رمضان مع وجيه الجندوبي.